شفتي كالأمنية المناهل. هيا إلى المناهل، هيا إلى الحياة. المناهل تشاهدون الشاب يقول: ادخل من فضلك. لا 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 لا، أرجوك أنت تدخل أولا. أدخل أولا؟ تفضل يا صديقي العزيز. هل أدخل حقا يا عم؟ بالطبع. ألم تدخل بعد يا زيد؟ هل تسمح لي بالدخول؟ أنا أصر على ذلك يا عزيزي. حسناً. لا 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 لا، لا تدخل، لا تدخل. هذا منديل. لم يدخل لأنني لم أكن قد انتهيت من مسح مقبض الباب. لم أتمكن من الدخول. شكرا لك يا عم. لم تتمكن من الدخول، ولكن يجب أن تدخل أولا. لم أدخل وأنت أيضا لم تدخل، وأحب أن تدخل الآن. هل أدخل حقا يا زيد؟ سأدخل أنا. لقد دخل سميح. إنهما ذاهبان، سيذهبان، لم يذهبا، لن يذهبا. يهوي يهوي. هوى هوى. يحمي يحمي.
مرحبا أيها الأصدقاء. عزيز عدنان يحييكم وأهلا ومرحبا بكم إلى جذري المفضل. سوف نسأل أول شخص يمر بنا عن جذره المفضل. عفوا يا سيدي، عفوا. أنا آسف، لا أستطيع الكلام الآن، أنا متأخر عن عملي. أنا أعمل في برنامج جذري المفضل، ولا أدري إن كنت تود أن تقول لمشاهدينا ما هو جذرك المفضل وما هي الكلمات التي يظهر فيها. جذري المفضل هو داخلة. داخلة، رائع رائع رائع. وهل تستعمل هذا الجذر؟ نعم بالطبع، إنه مهم جدا بالنسبة لي، فالناس الذين يدخلون ويخرجون مهمون في عملي. يدخلون يدخلون، رائع رائع. كلمة ثانية فيها الجذر داخلة. هناك كلمة أخرى مهمة هي مدخل. مدخل مدخل، رائع رائع. كلمة ثالثة فيها الجذر داخلة. ولكن هل هذه الكلمة مهمة في عملك؟ نعم نعم، أنا رجل مهم جدا، أنا أعمل في ضريبة الدخل. الدخل الدخل الدخل، رائع رائع رائع. كلمة رابعة فيها الجذر داخلة. ولكن لم تقل لي ما هي وظيفتك هناك؟ هل أنت نائب المدير؟ لا، أنا أهم من ذلك بكثير، أنا الوحيد الذي يسمح للناس بأن يكونوا داخل العمارة. داخل داخل، مدهش مدهش. كلمة خامسة فيها الجذر داخلة. وأنا الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يمنع أي شخص من الدخول. الدخول الدخول، رائع رائع رائع. كلمة سادسة فيها الجذر داخلة. ولكن لم تقل لي كيف تستطيع أن تمنع أي شخص من الدخول؟ هذا سهل، أنا بواب العمارة. ها؟ أعلق هذه اللافتة، ممنوع الدخول فلا يدخل أحد. دخول. مدخل. دخل. داخل. دخيل. لنرى. ذهب. Thank you.
الحديد. الذهب والفضة والنحاس والحديد معادن. أهلا بكم في ركن الهواة، حيث نستضيف مرة أخرى فريقا سريا. اسم هذا الفريق مكتوب على لوحة خلف تلك الستارة، وسوف نكشف عن الاسم عند انتهاء الأغنية. إذن فلنبدأ. ها هو فريق اليوم السري. أنا السيارة أسير في الشوارع لأحمل الإنسان وأنقل البضائع. أنا القطار وسكة الحديد ترسم لي الطريق في السفر البعيد. أنا شاحنة حملي أنا ثقيل، لكنني قوية في دربي الطويل. حافلة كبيرة مقاعدي كثيرة، أنا لدى الركاب محبوبة أثيرة. أنا السفينة أنا السفينة أنا عروس الماء، أنا أحب البحر وأعشق البناء. أنا الطائرة أطير في الهواء، أسابق الغيوم أعانق السماء. في البر أو في البحر في هذه السماء، سننقل الإنسان في هذه الأرجاء. وإننا نغني لكم يا أصدقاء. يا للعرض الرائع، ألم يعجبكم ذلك؟ دعونا نحيي السيارة، القطار، الشاحنة، الحافلة، السفينة بقيادة الطائرة، واسم هذا الفريق السري كما تعرفون هو المواصلات. مركبة فضائية. كتاب قصير جدا. رحلة مكوك الفضاء. انطلق المكوك نحو الفضاء. حلق المكوك فوق الأرض، ودار حولها 18 مرة في اليوم. كان في مكوك الفضاء 7 ملاحين، بينهم الأمير سلطان بن سلمان من المملكة العربية السعودية، شارك الأمير سلطان في بعض التجارب داخل المكوك،
وساعد في إطلاق القمر الاصطناعي العربي. ورأى نجوما كثيرة وهو يدور حول الأرض. استقبل الأمير سلطان استقبال الأبطال، النهاية. إذا أطلق صاروخ من الأرض بسرعة كبيرة فإنه يندفع في الفضاء ويظل سائراً في خط مستقيم إلى الأبد، وإذا انطلق الصاروخ بسرعة بطيئة فإن الجاذبية تشده وتعيده إلى الأرض. أما إذا أطلق الصاروخ بالسرعة المطلوبة فإنه يحقق تعادلاً بين قوة الاندفاع نحو الفضاء وقوة الجذب إلى الأرض، فيظل في مداره حول الأرض. يأتي أتى أتى يمضي يمضي مضى مضى دورك عليك أن تعرف من منا يسد الباب. اتفقنا؟ اتفقنا، أنا جاهز. إذا عرفت من يسد الباب فإنه يأخذ مكانك وأنت تأخذ مكانه. إنه يعرف ذلك، فلنبدأ. هيا 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 هيا. استدر وأغمض عينيك. من سد الباب؟ هل تعرف من سد الباب؟ أمامك فرصة واحدة فقط، هل عرفت؟ هو سد الباب. لا 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 لا. استدر وأغمض عينيك. <عينيك. تصفيق>
أنت سددت الباب. لا 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 لا. من سده إذن؟ في المرة الأولى أنا سددت الباب، وفي المرة الثانية هو سد الباب. استدر وأغمض عينيك. من سد الباب؟ هي سدت الباب. صحيح. عرفت. هيا استديري وأغمض عينيك. من سد الباب؟ هو سد الباب. لم ألعب إلا قليلا وها أنا أعود لأغمض عيني. من سد الباب؟ من سد الباب؟ من سد الباب؟ أنت سددت الباب. لا لا، هي سدت الباب. لا أنت سددت الباب. لا لا، عجيب، هل بقي أحد؟ أنت سددت الباب. أنا سددت الباب. أنا 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 نحننا أنت كنت هنا أنت هل تسمع صديق أقول أنتما وعندما تأتين في صحبة الصديقة أقول أنتما وعندما تأتون إلي في مجموعة أقول أنتم وعندما تأتينا إلي في مجموعة أقول أنتن أنا نحن أنت أنت كلنا ضمائر أنتما نستعملها في اللغة بسيطة وواضحة توضح الأسماء أحفظها كلها في ذاكرتي Oh.
مغلق. هيا إلى الملاهي، هيا إلى الحياة.